يا أهلا وسهلا من مركز التميز للتوحد، ومع مقالة جديدة بعنوان مشاكل الحمل الشائعة وعلاقتها بزيادة احتمالية الإصابة بالتوحد. وفقا لدراسة حديثة، قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل إلى زيادة فرص إنجاب طفل مصاب بالتوحد. وجدت الدراسة أن بداية ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل هي حالة تعرف باسم تسمم الحمل. قد تزيد هذه الحالة من احتمالات الإصابة بالاضطرابات النمائية العصبية الأخرى. يقول قائد هذه الدراسة ألين ويلكوكس، عالم في المعهد الوطني الأمريكي لعلوم الصحة البيئية، قد تكون آثار تسمم الحمل على نمو الجنين كبيرة، مما يؤدي إلى مجموعة من الإعاقات. أضافت هذه الدراسة أدلة متزايدة بأن تسمم الحمل والحالات المرتبطة بذلك كسكر الحمل تزيد من فرص إصابة الأطفال بالتوحد، بالرغم من أن الآلية مجهولة حتى الآن. يقول ويلكوكس أن إمكانية معرفة طريقة تأثير تسمم الحمل على الاضطرابات النمائية العصبية قد يؤدي إلى اكتشاف طرق علاجية جديدة. مراجعة السجلات، قام ويلكوكس وزملائه بتحليل ما يقارب 1,000,000 سجل للأطفال حديثي الولادة الغير خدج وليسوا توائم من عام 1991 إلى عام 2009 في النرويج. قاموا بتتبع النتائج الطبية لهؤلاء الأطفال حتى سن 5 على الأقل وحتى متوسط 14 عاماً. ولد حوالي 28,000 طفل لأمهات مصابات بتسمم الحمل. وجدت الدراسة أن هؤلاء الأطفال كانوا عرضة للإصابة بالتوحد بنسبة 1.29 مرة مقارنة بالأطفال الآخرين، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والصرع والإعاقة العقلية. ظلت هذه الاحتمالات العالية إلى ما نشرت دراسة جديدة في إبريل في مجلة الطب النفسي، حيث أثبت الباحثون عدة عوامل أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع احتمالية الإصابة بالتوحد، وهي عمر الأم ومستوى التعليم والهجرة. تقول ديانا سكندل، بروفيسورة في علم الأوبئة النفسية، أن الدراسة لم تأخذ في الحسبان التشخيصات المتعددة لدى الأطفال، مما جعل من الصعب تحديد العلاقة بين تسمم الحمل والتوحد. يقول علي خاشان، المحاضر في علم الأوبئة والصحة العامة، أن السجلات تغفل عن شدة تسمم الحمل لدى الأم، وغالبا ما تأخذ النساء المصابات بتسمم الحمل الشديد أثناء الحمل الأدوية، مما قد يؤثر على احتمالات الإصابة باضطرابات النمائية العصبية. يبحث علي خاشان في العلاقة بين تسمم الحمل والاضطرابات النمائية العصبية في العوائل بشكل فردي، وقد وجد هو وزملائه أنه عندما تعاني جدة الطفل وأم الطفل من تسمم الحمل، فمن المرجح أن يكون الطفل مصابا بالتوحد أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أكثر مما لو كانت الأم فقط مصابة بتسمم الحمل. وفي الختام، انتظرونا الأسبوع القادم مع مقالة جديدة. شاكرين لكم حسن استماعكم، وللمزيد من المقالات يمكنكم زيارة موقع مركز التميز للتوحد ACE-Saudi.org.